هذا وقررت الرابطة المحترفة لكرة القدم استدعاء قائد مولودية الجزائر رضا بابوش والحارس فوزي شوشي يوم الاثنين للاستماع لأقوالهما لدى لجنة الانضباط على خلفية تصريحاتهما الأخيرة التي حمل فيها إدارة الفريق مسؤولية عدم صعود اللاعبين للمنصة الشرفية لاستلام الميداليات في النهائي الذي حسمه اتحاد العاصمة قبل أن يفند الأمر في تصريحات للنهار كما تابعنا قبل قليل.